قياده ان شاء الله. خلينا ناخدك لثلاثة في ثلاثة وبعدها اقر واعترف، مش عايز اطول عليك اكتر من كده. اتفضل يا كابتن. ثلاثة في ثلاثة، اكتر ثلاث قرارات غلط خدهم عماد متعب في حياته. ايه ده يا كابتن؟ اكتر ثلاث قرارات غلط خدتهم في حياتي. اكتر ثلاث قرارات يعني قرار لما رحت فيه، لما رحت بلجيكا. نعم. ده كان قرار غلط، مش علشان النادي اللي رحته. التوقيت نفسه كان ظهري تعبني وبتاع. التوقيت نفسه. قرار تاني غلط. مباراة مع كابتن حسام البدري وكابتن محمد يوسف وانا كنت تعبان. والدكتور كان قال لي ما تسافرش، وكابتن حسام كان عايزنا نسافر، وانا كنت ممكن اسافر بس ما سافرتش. ومن بعدها قعدت على الدكه ما لعبتش خالص. طيب. سافر سيد حمدي ولعب هناك، ومن بعدها ما لعبتش. فده قرار كان بالنسبه لي كان غلط. القرار الثالث قرار الاعتزال كان خاطئ. قرار لا ما كانش خاطئ. كان لا قرار الاعتزال لا مش خاطئ. قرار الاحتراف في اهلي جده كان خاطئ. اتحاد جده عفوا كان طبعا خاطئ. لا كابتن ده كان قرار يعني كان في التوقيت ده كان كان قرار جيد، وعملت موسم رائع في اتحاد جده. يعني ما اعرفش بقى ايه القرار اللي ممكن كان قراري لما سبت النادي الاهلي في يناير ورحت التعاون. بس يعني الناس صراحه عملوا لي كل حاجه في السعوديه. المشكله كلها ان انا ما كنتش موفق. كان يعني كنت ممكن اكمل حتى لو ما بلعبش مع كابتن حسام، بس اللي كان مخليني لازم امشي ان لما اتقال لي انك مش تقعد في القائمه الافريقيه، فكان لازم بقى خلاص ما كنتش اقدر. افضل ثلاث مهاجمين في مصر خلال الالفيه دي من 2000 حتى هذه اللحظه. افضل ثلاث مهاجمين في مصر، شيل محمد صلاح. لا محمد صلاح خليه على جنب. طبعا من 2000. وكابتن حسام حسن ما اشيله ولا موجود زي ما انت عايز؟ ما هو كان موجود في لا يا كابتن حسام حسن طبعا حسن. لا طبعا. لا انا بتكلم قصدي يعني من التسعينات والالفينات. في 2006 طبعا. لا كابتن حسام حسن طبعا رقم واحد. هنحسب زيدان مهاجم ولا زيدان؟ لا هنحسبه ايه؟ احسبه مهاجم، يبقى زيدان 2 فاضل 1. هنحسب زيدان مهاجم. طيب ماشي. يعني في ميدو، في عمرو زكي، انا لسه بالظبط بالظبط. انا ممكن اقول يعني خليهم 5. ماشي موافق. يبقى ميدو وعمرو زكي واحمد بلال. وعمرو زكي واحمد بلال. احسن ثلاث حراس مرمى لعبت ضدهم. لعبتهم بشكل لعبت قدام عصام الحضري ولا لا؟ مش متذكر لعبت ضده ولا لا، لكن خلينا عصام الحضري عشان لو انا نادر السيد. مين التالت؟ ممكن تكتفي باثنين لما فيش تالت. لا في حراس مميزين يعني. يعني خلينا يبقى نادر السيد وعصام الحضري وعبد الواحد عبد المنصف. عبد الواحد وعبد المنصف. اقر واعترف مع كابتن عماد متعب. بسرعة بقى هترد عليا. أنا واخد على خاطري من حسام غالي، سابني بتهاجم من جمهور النادي الأهلي وهو ما شاء الله مستمتع في مجلس إدارة النادي الأهلي. لا طبعا. تمام. عدم احترافي في أوروبا فوت عليا فرصة الأمر إن أنا أكون واحد من المهاجمين العالميين. صح. مشواري بعد الاعتزال ما كنتش مخطط له، وجيب الصدفة إن أنا أبقى محلل وإن أنا أبقى موجود في الرابطة. صح. صحيح. طب مش من النوع اللي بتخطط لحياتك؟ لا انا ما كنتش عامل حساب ان انا اعتزل اصلا دلوقتي. يعني ما كانش في دماغي ان انا اعتزل دلوقتي. جت فكره التعاون وبعد كده رجعت، فالنادي الاهلي ما كانش يعني ما حدش قال لي انك تبقى موجود. فكان القرار هل اعتزل ولا 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 اكمل. فلا كان الاعتزال بقى. فخلاص تقرر تعترف ان جواك مدرب ومدرب جيد، وانك نفسك ترجع للملاعب من خلال التدريب. نفسي ارجع للملاعب العب. لكن التدريب لا. انا شايف ان تقر وتعترف انك كنت الفتى المدلل للكابتن حسن شحاته، وحتى الزملكاويه زعلوا منه من كتر حبه فيك. اقر واعترف ان كابتن حسن شحاته في مقام والدي الله يرحمه وهو بيتعامل معايا كده، ومش انا بس. اللعيبه كلها طبعا. ودي شهاده للحق يعني. ده حقيقي. كابتن حسن بيتعامل مع كل لعيبه بنفس الطريقه، يمكن بحكم ان عماد وحسني وفتحي وعمرو زكي كانوا معاه من منتخب الشباب، فكان ممكن يبقى الحب زياده شويه. تقر وتعترف انك لسه من جواك زعلان من الكابتن حسام البدري؟ لا خالص والله. خالص والله كابتن. الموضوع انتهى بالنسبه لي،
وخلص ويعني يعني حتى كمان لما بشوف فيديوهات ان كابتن حسام مثلا في الجزائر كسب مباراه كسب مباراه بقعد اتفرج على يعني على على الكلام لا خالص. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي من جوه خلاص نعم. الموضوع الحمد لله يعني صافي يا كابتن وما لو حتى زعلت من حد لو قال لي ازيك يا عماد خلاص الموضوع انتهى فلا مفيش حاجه خالص. انا عارف انت محب